وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. مسرح الإذاعة المغربية يقدم. من قال المال يصنع الرجال؟ من قال المال عليه التعوال؟ شكون يضمن حسن المآل؟ بجميع الفلوس هذا هراء، شحال منهم مشاو خلاوه، سرقوا نهبوا ومعاهم ما داوه، زرعوا الشر طبعا الحرام جناوه. فين النقاء؟ فين الصفاء؟ ظلموا هذا الآخر شاوه، خطفوا ذا واليتيم كلاوه. يا ويلهم يا ويلهم عقاب المولى مساوه. والسؤال دوما أين الوفاء؟ أين الوفاء؟ أين الوفاء؟ مسلسل إذاعي في حلقات، كتبه للإذاعة محمد أحمد البصري، إخراج أنور الجندي. آه يا جوهرة، هذه ماشي حياة، ولا جحيم مع هاد الولاد اللي حطمتهم فلوس باهم. يا ربي يا ربي فرج عليا من هاد العذاب. هادي كوتر، أمنتي مالها مالها في هاد الحالة؟ كوتر مالك مالك؟ اش بك بنتي؟ ما من دبزتي؟ اش وقع لك؟ خليني في حالي خليني في حالي، بعدوا مني. نبعدوا منك؟ هذه سنين وحنا مبعدين منك، ولكن حتى لينا بنيتي، حتى توقع شي مصيبه في هاد الدار انا ما بقيتش فيكم، لا الراجل في يدي لا ولدي لا انتي. مرحبا بكم في قناه المسلسل الاذاعي المغربيه. جاوبوني جاوبوني. صافي سامحي لي يا ماما، سامحي لي. لا لا عيشه، هاتي لازم ما تكبري، ما يمكنش تبقي هنا، هنا راه خطر عليك. نعلم البوليس؟ لا 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 لا، خالتي قالت لي ضروري تجي عندها وهي غادي تفهمك. ما نقدرش ما نقدرش نسافر وانا في هذه الحاله. ولكن شنو المعمول؟ راه خصني نديك معايا. تعذبتي تعذبتي يا وليدي، حتى انت ما تقدريش تصوري الحاله اللي خليت فيها لاله خالتي مسكينه، بغى عقلها يخرج، كان جايه بنفسها لعندك، غير خالي ما خلاهاش. العيشه سمعي سمعي، شي حد كيقرقب في الباب. نوزي نوزي نوزي، دخلي الدخل، دخلي دخلي الدخل. ويلي 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 ويلي، بالعكس بالعكس بنيتي، هذا هو الزوج اللي خصك تحلمي به، وإياك تضيعيه من يدك، لأنه ما خباش عليك العيوب اللي شاف فيك، صرحك بها وبيلك استعداد ويعاونك باش تصلحيها. أنا فعلا حبيته من قلبي يا ماما، سحرني بشخصيته القوية بلا بقت وما راحوا في بعض الأحيان، ولكن أنا حيرة. وأشنو اللي محيرك؟ كل مرة خاطب في شكل هذا الخامس نسيتي، ومن بعد انت اللي كتخلي عليهم. هادو كماما كانوا طامعين فلوس بابا، وهذا هذا بغاني نكون في يدو بحال العجينة يصنع منها الزوجة اللي كتوافقه. كيشوف بعيد، عنده الحق، المال يمكن يتقاضى في يوم من الأيام، وما كيبقى غير سلاحك الحقيقي باش تواجه الحياة. كون كملت قرايتي وكانت لي مكانة في المجتمع، واش كنت نرضى بهذا الدل فاش معيشني باك؟ الدل؟ انتي عايشة في هاد الخيرات ماما وكتقولي الدل. خودي هاديك الخيرات، انا هنا من جملة الديكورات البيت لا زايد لا ناقص، فهمتي ولا لا؟ اش غادي نقول لك بنيتي، كاينه اشياء واشياء انا اللي عارفها. يا ربي ماما. يا ربي ماما، الحقيقة بنيتي مرة. حقيقة؟ اش من حقيقة؟ الحقيقة بنيتي غادي تعرفيها في يوم من الأيام. آه
هكذاك كتفو مزيان. سكوت سكوت. حطو في هاد البيت الصغير يستحق. هكذا تكوني انتقمتي منه. هادو والله. اسمع اسمع انت، هذا هو قبرك، قبر الحياة. تصبح على خير دابا. دابا اخويا يمكن لينا نسافروا بكل اطمئنان وراحة البال. وما نخافوش زعما يجي صاحبه ويسرقوا الدار. اه يسرقوها كاع، اش عندي فيها؟ الحمد لله اللي في السبع عمري. اجي ما نعلموش البوليس. لا 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 خالتي هي اللي تقول لينا اش غادي نعملوا. ايوا نمشيو على بركه الله. زيدك انت بعدا هادي من عندي. ايوا في الحقيقه عمرني ما سمعت منها هاد الكلام، وحتى حد من العائله ما عرف هاد السر. ما بغيتش الناس يعرفوه، كانت إلهام بنتي الوحيده، اعز مخلوق عندي في هاد الدنيا، وفضلت يبقى السر في قلبي باش حتى حد ما يجبد اسمها على فمه. الله يرحمها. الله يرحمها روح، ضحية من ضحايا بنادم اللي ما عامل حساب العقاب الله لا في الدنيا ولا في الأخير. إيه الله يرحمها. وشنو اللي خلك تفكريها في هاد الليلة؟ بالعكس، خاص حكايتها تعرف من بعد هاد المدة الطويلة، لأنها فيها العبرة العدد من الشبان اللي ما عاملين حساب الخلطة القبيحة. أنا باقي عقل النهار اللي جيت للجنازة ديال بها الله يرحمه، كانت عاد قبطت رجيلتها. ايه ومن بعد داك الشي تزوجت براجل كانوا عنده جوج الولاد، مات تمهم، وقلت انا نقبل له على ولاده ونربيهم وهو يقبل لي على بنتي. وكانت الايام الاولى كلها هنا وصروا دراري ناشطين حمودة. اياه واللي مرتاح لي وفرحان الولاد والفوا الهام، حتى هي والفاتهم. ربي يخليك لينا يا رجلي العزيز. ثقي بيا، الهام كانت نقصاني وربي ولله الحمد اعطاها ليا. حتى انا اعطاني ربي جوج ديال العزالة، ربي شاهد عليا قلبي فرحان بهم. ونوضي نوضي تلقي البخور لا تضربوا بالعين نوضي. الهام ايوا جابني تعاونيني في الغداء، الدراري جاهم الجوع. الغداء واش دات؟ الغداء واش دات؟ الغداء واش دات؟ الغداء واش دات؟ والانتظار منع. حبسوا 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 ما تبداوش حبسوا. احنا ماشيين الدراري. تبعوني اللي سبقني عنده جائزه. يلا 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 بسرعه بسرعه سبقوه. كنا اسره في قمه السعاده. كانت إلهام كتبغي الحديقة، ولهذا كان حمودة كيديها لها باستمرار، وكيدينا للشاطئ باش يلعبوا الولاد. وخا كانت الحالة بسيطة في الأيام الأولى، الحقيقة كان موفر لهم كل شيء، وكان مهلي في بنتي إلهام. 10 سنين دازت، ما عرفت كيفاش دازت. كان حمودة والحق يتقال طيب معايا ومع بنتي إلهام، كان راجل مثالي في كل شيء، كانت سعادة ما عندها وصف. وصبح حمودة لبس عليه من ناحية المادية، وصبحت عندنا سيارة وسكنة رائعة ودوام الحال من المحال كما يقال. وفي هذه الفترة كانت إلهام بلغات 18 سنة في عمرها. أما أنت يا بنتي إلهام غير تحصلي على الباك السنة الماجية إن شاء الله، غادي بجهد الله أنحقق لك أمنيتك ونصيفتك تلحقي بخوتك في فرنسا باش تكملي دراستك هناك. بصح 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 بابا، ربي يخليك ليا. إيوا ربي يعاودو عليك. إيوا نقصي عليك غير شوية من دوك الصديقات باش الوقت يكون عندك القراية. يا ماما انا ما كنت عاشر غير مع اللي حسن مني. معقوله؟ صديقاتها كاملات من عائلات محترمه وكلهم الله يرضي عليهم ما كيعرفوا غير القرايه والدروس. ما تخافوش من هاد الناحيه، الوالد ديما كيعمل لونكيط على كل كماره جديده دخلت للدار من صحابنا ومن صديقات الهام. معلومه ولدي، قالوا الخلطه كتردل، ومع من شفتك مع من شبهتك
إيوا الله يبعد عليهم ولاد الحرام. والله ما نقدر نسخى بكم يا وليدتي، غادي تسافروا للخارج وتعيشوا في الغربة. مرحبا بكم في قناة المسلسلات الإذاعية غادي تخليوا لي حتى أنا في الغربة. إيوا الشوم الله يهديك، أش هاد الشي عندك؟ ويلي وما تقلبيش الجو كنزة، بسم الله علينا، ما احنا على هاد الفال. ما نسيتو والو؟ نسينا إلهام. دابا حتى هي في السنة المقبلة تلحق عليكم وتخليوني وحدي يا الكفرة بالله. أنا غنعمل لك التليفون كل نهار الوالدة، غير طمأني باش ما تحسيش بلي راني بعيد عليك. ربي يخليك ليا. إيوا يلا 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 سلموا على باكم واختكم، دغيا دغيا سبيو راسكم دخلوا، راه الطياره قريبه تقلع. كنتم مع المسلسل الإذاعي أين الوفاء. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان، الهشمي بن عمر، المحجوب الراجي، محمد رزين، ماريا صادق، بن عبد الله الجندي، أحمد الناجي، إكرام البصري، جيهان منيا، صفية الزياني، جمال بن شيبة، عبد الرحيم المنياري، هشام بهلول، ناجية الواعر، سعيد بالقداد، الحسين الحايل، رشيد الحراق، جمال بن شيبة وحميد زيان. هندسة الصوت الحسين الخرمودي بمساعدة فاطمة لتيمي. المخرج المساعد حميد زيان. تأليف محمد أحمد البصري. إخراج أنور الجندي.